السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عمرو منير يحييكم من محلة زياد، هذه القرية التي شهدت أخبار متوالية على مدار 48 ساعة. هنا القصة التي سمعناها وبدأت هنا كانت محاولة من اختطاف فتاة هنا من هذه القرية، وشخصين اختطفوا فتاة ومن ثم أخذوها في توك توك واستطاع الأهالي أن يمسكوهم. ما حدث بعد ذلك هي تدفعات وتراكمات كثيرة استمرت حتى جاء الأهالي أو من قبض على هؤلاء الشخصين وعلقوهم هنا في هذه الحبال التي سنراها لا تزال موجودة حتى يكون مثالا يعتبر به لمن تسول نفسه في عمليات الخطف التي مستمرة منذ زمن طويل كما سمعنا من أهالي المنطقة. فدية ما بين 20 أو 40 أو 60 ألف جنيه يتم جمعها هنا بالأهالي. الأمن دائما بالنسبة للأهالي ليس موجودا. نقطة الشرطة لا تبعد الكثير عن هذه المنطقة، حوالي 100 متر كما نراها ربما نراها في الكاميرا، ولم يحركوا ساكنا حين قدم هؤلاء والأهالي كانوا يمسكون بها كما يقول لنا الأهالي هنا. هذه النقطة التي تبعد 100 متر لم تحرك ساكنا بما يحدث هنا أو بحالات الاختطاف. سنحاول نسمع القصة أولا من عم الفتاة التي تم اختطافها. باشمهندس اسم كريم ايه؟ حسن ابو عميره. باشمهندس حسن، يعني الفتاه بنت اخوك؟ بنت اخويا. طيب ممكن تحكي لي القصه بالظبط؟ هو القصه بدات ان البنت بتيجي عندنا كل يوم سبت، تمام، بتقضيه في البيت عندنا. جاء تليفون من مامتها ليها، انت فين دلوقتي يا رباب؟ قالت لها انا بركب من قدام الشارع وجايه. فات نص ساعه، ساعه ونص، لقيت حماها بيتصل علينا من الشغل اللي هو اسمه ناصر فايد او اللقب بتاعه عارف فايد، بيتصل على مامتها بيقول لها البنت اتخطفت. فهو جاي من الشغل فانا قابلته لان انا ما كنتش موجود في الوقت ده، فلما اتصل عليا جيت. فقال لها بكلمه، قال لي ده انا جالي تليفون دلوقتي من على رقم التليفون ده ان البنت بيقولوا له بالنص كده في التليفون ان بنت اخو بنت مرات ابنك وابنها الصغير معانا وعايزين 60,000 جنيه. فطبيعي، لا طبيعي في البدايه ان انا جريت على نقطه الشرطه هنا. قابلت طبعا مكاتب محمد حفظ الله، راجل محترم شاب ذات شخصيه شويه او على الاقل بالنسبه لنا. عملت محضر، طلبوا مننا ان احنا نروح نعمل محضر في سمنود. رحنا حررنا المحضر في سمنود لان المركز مقفول، كان في اضراب عام تقريبا في الشرطه. رحنا النيابه، بعد استجواب من رئيس النيابه بيبدا من الساعه 11 ونص لغايه الساعه 4 ونص. ففي النهايه خالص ادينا له ارقام التليفونات، وجه اتهام لي انا كشخص عمها ان البنت مخطوفه بسببي. البلد وجهت اتهامات كتير لناس كتير، طبعا في الحالات دي ما حدش عارف الدنيا فيها ايه. في الاخر خالص فبقول له حضرتك معاك رقم تليفون، اعمل لنا ليه تتبع. قال لي انت قدام منك شهر بالظبط عبال ما نقدر نعمل لك تتبع. يعني انت بالفعل رحت نقطه الشرطه؟ رحنا نقطه الشرطه وبعد كده بلغت النيابه، وبعد ما بلغت النيابه اتهمتك النيابه انت شخصيا؟ مش اتهمتني شخصيا، اتهامات كتير لناس كتير، تمام. قال لي بالنص كده، قال لي اتفاوض مع الناس دي. فبقول له انا اعمل ايه؟ قال لي اتفاوض مع الناس دي. فضلنا اربع ايام بخمس ليالي بندوق المرار، شفنا طرق ومشينا على طرق ما مشيناش عليها قبل كده، قابلنا وشوش وخلق ناس ما شفناهاش قبل كده. هقول لك رؤوس الشياطين في وشوشهم مش هتصدق. الشرطه او الحكومه ساكته على الناس دي ازاي؟ الناس دي معروفه مكانها، معروفين بالاسامي، مسجلين عند الناس دي. ليه ما بيجيبوهمش؟ ليه ما بيتعرفوش؟ في يوم من الايام اتمسك اتنين، انا كنت في شغلي، تمام، لان طبعا احوالنا ومصالح البلد كلها واقفه من اول الصغير لغايه الكبير. الناس دي ما نامتش، الناس دي اللي ما حدش شال فيهم سلاح اتوجه لان هو شال عليه سلاح. الناس دي ضاقت المرار، وفي الاخر خالص تليفون عليهم برضو تعالوا قابلونا في الحته الفلانيه، جمعت الفلوس. مش هقول لك ان انا كراجل بشتغل في مجال الاعلان وده عمها ودخلها 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 ودخلها، شخصيات محترمه مالناش في مشاكل، ودي باكد عليها للناس كلها، احنا مالناش في المشاكل وعيله محترمه. معلش اتوجه لنا تليفون، انتوا جهزتوا الفلوس؟ جهزنا الفلوس، تعالوا قابلونا في المكان ده. طبعا اخترنا راجل، يعني كل ده كان بعلم النيابه، يعني كل اللي انت بتحكيه. عملنا المحاضر دي اول يوم، احنا عملنا المحاضر دي اول يوم. النيابه شالت ايديها من الموضوع؟ اهو ما حدش حرك ساكت ولا حد بيدور. هو بس كل ما في الموضوع ان كان في اكتر من شخص يتصل علينا يقول لنا انتوا وصلتوا لايه؟ يعني ايه احنا وصلنا لايه؟ يعني احنا يعني النيابه والاجهزه الحكوميه كلها بتسال المواطن هو المفروض انه يجيب حقه. خلص ويدفع يعني. فرئيس النيابه نفسه قال لحماها بالنص، قال له اتفاوض معاهم، تمام؟
لما جينا نتفاوض معاهم طالبين 60,000 جنيه. طبعا اول يوم جمعنا المبلغ وبعتناه مع شخص ما، في نفس اليوم قالوا له لا ارجع علشان في ناس جايه مراقباك. رجعنا تاني يوم تمام، الفلوس دي اتلمت من المساجد، وكل واحد في البلد دي اتبرع. ده مسجد اسمه مسجد عنتر ومسجد سيدي حسب الله، طبيعي يعني كل البلد لمت الفلوس. انا هقول لحضرتك على واقع يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، طلبه المدرسه ده اهي، طلبه المدرسه دي جابوا 70 جنيه جنيهات في كيس. طلبه المدارس يتعدى سنهم ما بين ال 10 سنين وال 11 سنه، يعني دي ما يعني دي انا لما عرفتها سؤال. يعني بالفعل كل البلد شاركت في الموضوع. في ناس، في ستات خلعت خواتمها وباعتها وجابتها، انا بقول لك انا عمها تمام، ودي يعني ودي مش اول حاله خطف، ده قبل كده في حاله والثانيه والثالثه. ويطلع برضه من الشرطه من هنا من النقطه ان يقول لك في لغز ان دي ما خرجها بمزاجها. يعني ايه خارجه بمزاجها؟ ازاي بنت ست متجوزه متجوزه تخرج بمزاجها ازاي؟ طب فرضا هنقول الاولانيه، تبقى الثانيه، تبقى الثالثه، والثالثه دي بنت اخويا وانا عارف متربيه ازاي. يعني انتوا شايفين ان في عصابه موجوده هنا؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، في عصابه والعصابه دي منتشره ولها جذور في البلد ولها ناس في البلد، والشرطه عارفه الناس دي بالاسم وبالعينيه. طب طيب الولدين اللي جم هنا، انا عايز اعرف بعد كده القصه، الولدين اللي انتوا مسكوهم الناس، ايه اللي حصل معاهم؟ العيال دي لما اتمسكت انا برضو ما كنتش موجود، انا جيت لقيتهم متعلقين. بطبيعه الحال اي حد في انفعالاته تمام، انا سئلت للموقف، في يا جدعان قال لك العيال دي اتاخدت في الحمامات هنا واعترفهم، واعترفت ليهم كما يقال. انا على فكره انا بحدد اللفظ، كما يقال ان في اكتر من تليفون متسجل عليه الاعتراف بتاعهم تمام. وافاجئ امبارح بالليل، طب ثانيه، افاجئ برضو امبارح ان برضو حاله واحد ممسوك بسرقه او بخطف تمام، كان في واحد ممسوك بسرقه شقه امبارح، ويجي مدير الامن او يجي نائب الامن، نائب مدير الامن يقول ان الضابط اللي مسكه، لا اللي مسكه الشخص ده والشخص ده والشخص ده. انا ماسكه. ثانيه واحده يا جماعه، وانت كنت ماسكه تمام. وبعدين افاجئ بالليل ان مدير الامن مشكورا على راسنا، راجل ذات علم وذات قدر وذات منصب، ويقول في حريم قريه كامله ان الناس دي بتخرج بمزاجها. يعني احنا ما احناش، انا اسف في اللفظ تاني مره، انا لا انا شرموط ولا انا قليل الادب ولا بنتي شرموط ولا بنت قليل الادب، بدون الفاظ، بدون الفاظ، بدون الفاظ تمام، بدون الفاظ. وصلت الصوره. انا بطالب بحاجه واحده بس، ان انا امشي في الشارع احس بالامان بس مش اكتر. نرجع طيب ناخد راي دكتور، يعني انت يعني معروف. ثواني. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسم الكريم دكتور حمدي عبد العزيز سلام. طبعا مدير الامن صدمنا صدمه كبيره جدا بالامس بصراحه. اهل القريه منزعجين جدا وناموا مكبوتين لانه طعنوا في شرف بناتهم وشرف نسائهم. ومدير طيب يا دكتور، يعني أنا قبل مدير الامن، يعني لان المشهد الناس كلها لما شافت الصوره الاثنين متعلقين. انا هقول لحضرتك اكمل. الناس بتقول والله في اسباب، ممكن انه السبب انه الضبطيه القضائيه اللي اتقال عليها النائب العام في يوم من الايام، انه الاهالي شايفه ان هي بتاخد حقها بايديها وما الى ذلك. طيب عم البنت دلوقتي قال لحضرتك كلمه جميله قوي، قال لك اهل البلد كلهم لمهم بالقرش وبالجنيه حتى الاطفال. معنى كده ان لما احنا نمسك يبقى كل واحد حاسس بان الراجل ده خطف اخته، خطف بنته. انا بحط مكاني مكان عمها، انا لو مدير الامن حضرته بنته اتخطفت مش هيقول عليها كده. شرف كل بنات محل زياد عايزين ناخده ازاي؟ اعتذار رسمي لمدير الامن، يا اما ان هرفع عليه قضيه رد شرع. انتوا عايزين اعتذار رسمي من مدير امن محافظه الغربيه؟ حضرته قاعد على المكاتب وبتجيله تقارير يوميه خاطئه. اول هام حضرتك شفت الفرق بين المقصله والنقطه. اول هام قريه محل الزياد مش موافقه على سحل المواطنين ايا كان مجرم، لكن الشرطه اللي وصلتنا لهذا الوضع. وكل اللي بيتخطف بناتنا، شرفنا،
لو كان ولد نقول ماشي، انما لو بنت وكل بنت لازم تاخد فلوس، وحضرتك يقول لك هي بلاغات غياب فقط لا غير، لا هي مش بلاغات غياب، كلها احنا بنروح نلم فلوس من الاهالي، من الفقير قبل الغني. عشان كده عشان كده عشان كده كل واحد في محل الزياد حاسس بان البنت اللي خطفت دي بنته، لان كلنا اهل. لما يطعن في شرفنا ده غلط، لما يجي يقول لما الولاد دول تتمسكوا احنا رجلينا عشان ننهضهم بسرعه، ما حصلش. الولاد دول تتمسكوا الساعه 10 الصبح، ماتوا الساعه 1 ونص لغايه ما جوش خدوهم بالاسعاف الا الساعه 3. نقطه شرطه محل الزياد ما يقدرش يجابه. طيب يعني كل الناس اللي موجودين في حاجات على الفيسبوك وتقارير اتقالت، قالت ان اهالي البلد منعوا الشرطه ومنعوا الاسعاف. انا بقول ان في تقارير. ما حصلش يا فندم، ما حصلش. ما فيش ولا ضابط شرطه جه لموقع الحد، ما فيش ولا ضابط شرطه جه لموقع الحادث. الكل كان منشغل بقطع الطريق في سمنود والمحله، وسابوا البلد وسابوا البلطجيه ان هم ينسحلوا. كل اهل محل الزياد مش موافقين على سحل المواطنين، لكن 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 عايزين حق بناتنا وشرب بناتنا اللي ضاع. النقطه الثانيه، حضرته بيقول ان الولد اللي هو اللي اتمسك في حادث سرقه ده كان بيسرق حلق من بنت صغيره، ده الاهالي اللي مسكوه ودخلوا النقطه وحوتوا النقطه. فين مدير الامن؟ جه الساعه كام؟ نائب المأمور ما جاش الا بعد 3 ساعات، بعد 3 ساعات. وروح يبوس ايدهم ويقول لهم معلش دخلوني عشان يبقى شكلي يبقى كويس. ما يصحش، اولا لا امن ولا امان، ما يصحش. احنا بلد كبيره، عدد سكان محل الزياد 100,000. 100,000 كانت سمنود دايما تقلل من عدد سكاننا في الوحده المحليه عشان ما نبقاش مركز وقريه، مركز ومدينه. احنا من سنه 74 من ايام الله يرحمه السادات جالنا جواب وطلب ان احنا نبقى مدينه، لكن سمنود دائما تقف ضدنا بالمرصاد. ماشي، عدد سكاننا الحقيقي 100 ويزيد. مساحه محل الزياد اكبر من مساحه سمنود، 2 كيلو متر طول و2 كيلو متر عرض. دكتور يعني انت ليكوا طلبات من مدير الامن دلوقتي ومحافظه الغربيه، بس ايه الطلبات دي؟ اولا حضرته بيقول انا مش منصب سياسي. لا، مدير الامن يعتبر منصب سياسي وليس من السياسه ان حضرته يعادي بلد زي محل الزيات باتهام اهلها وبناتها ورجالتها بانهم في الشر. ما ينفعش اتهمونا في شرفنا. الجيش المصري فين؟ 1 2 الجيش المصري فين؟ 1 2 الجيش المصري فين؟ 1 2 الجيش المصري فين؟ اولا ليس من السياسه، ليس من السياسة، ليس من السياسة والفطنة والكياسة، من مصدر، من منصب سياسي زي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إنه يعادي بلد زي محل الزياد يقول إزاي بتوع مدينة سمنود هيجي عندكم؟ ده أنتوا تقطعوهم، ده أنتوا تسحلوهم. يصح الكلام ده؟ إحنا بلد الدكاترة أساتذة، أساتذة الجامعات، رؤساء الجامعات، وكلاء النيابة، والمستشارين أوائل جمهورية مصر العربية من محل الزياد، بلد الثقافة. تعالى حضرتك عد عدد الأوائل بالنسبة للشهادات الإعدادية والابتدائية والثانوية. بغض النظر عن تميز محل زياد بده، أنتوا عايزين إيه بالظبط دلوقتي؟ اعتذار رسمي من السيد اللواء مدير أمن الغربية، ولازم حضرته يعتذر رسمي قدام الفضائيات، وكل فضائية ظهر فيها يقول اعتذر على رد شرف لحريم محل زياد وأهل محل زياد. يعني نحاول. نعم، عايزين يتكلموا. نعم، هاتوا الحريم. نعم، نحاول. خلص سبيله النهارده. يعني اللي انتوا قبضتوا عليه امبارح اللي كان بيسرع اتسلم اليوم. نعم، طيب احاول ان نوصل الى السيدات حتى نسمع وجهه نظرهم.
كما ترون هذا هو المشهد. نحاول أن نسمع وجهة نظر السيدات هنا. كما ترون نواجه صعوبة حتى في التفكير. اتفضل يا حاج. ما ينفعش. عايزة تقولي يا حاج؟ السلام عليكم. مدير الأمن ده المفروض ما يقعدش في المكان اللي هو قاعد فيه. أما يطلع محل الزيات خرفان هو الأولى يتعلق هنا. لو شايف شغله كويس يعرف إن دلوقتي إن اللجان الشعبية هي اللي بتحرس البلد. إحنا دلوقتي مش عارفين نودي عيالنا المدارس، قافلين السبع ترابيس. اللجان الشعبية اللي دي هو لو المحل الزيات فيها خرفان يبقى هو أول الخرفان ويتعلق. وصل. لو سمعت حضرتك، أنا مدرسة بمدرسة محل الزياد الإعدادية بنين، وفي دلوقتي بخرج أجيال وبعلمهم. المدرسة دي مدرسة محترمة. أنا أفهم من حضرتك مديرة المدرسة دي؟ لا، مدرسة أولى معلم خبير. مدرسة محل الزياد الإعدادية بنين عظيم. إحنا بنخرج أجيال لو سمحت، بنخرج أجيال وبنعلمهم. يعني دلوقتي أنا بسمع عن حالات خطف كتيرة بتحصل هنا. فعلا ما بيمرش أسبوع إلا في حالة خطف حقيقية. يعني ما بيمرش أسبوع على محل زياد. حقيقية. أقول لحضرتك، بنت وزوجة أم على إيدها طفل رضيع اتخذت. بنت في ثالثة ثانوي اسمها ريهام اتخطفت. عظيم. حاضر حاضر. في كمان لسه حالة مختطفة امبارح، والدها في الشركة وهي بنت برضه اتخطفت وهي راح الشغل بتاعها، وطالب باعتذار رسمي لمدير الامن لقرية محل الزياد. لو سمحت، احنا هنا خريجين جامعة موجودين، بلد متعلمة. حتى ما يكون مدير، من غير ما يكون في خريجين، ده انتم مواطنين من حقكم وحماية أمنية. احنا عاوزين مدير الامن يوصل البلد هنا يعتذر رسمي قدام المحطة ان ازاي يغلط في البلد دي. البلد دي مطلعة اطباء وعلماء فكر وعلماء دين. ازاي ان هم يبقوا علماء دين ويطلعوا ناس وحشة؟ ازاي يعني بلد الرجالة ديت مثلا ايه؟ خرفان؟ ولا مفيش امن خالص في البلد. مفيش امن متواجد في قرية محل البلد. الدكتور عبد الرحمن عبيد والدكتور منصور عبيد. ازاي الكلام ده يطلع من هنا؟ ازاي؟ ده لصالح مرسي. يا باشا محل الزيات الدكتور عبد الحي يا سعاده الباشا، محل الزيات اللي بيقول محل الزيات ومدير الامن اللي قاعد مكانه وبيفتي اي كلام. لو بنته تبقى هي طالعه بمزاجها برضه. اما محل الزيات بلد العلماء، بلد الشيوخ، بلد الدكاتره، بلد العلم، بلد الابجاد. وبنحمي نفسنا. طلبنا مدير الامن، الاهالي طلبته اكتر من مره، لا ما جاش ولا بعت حتى عسكري ولا بعت حتى اي تعزيزات. وفين مرسي وفين اللي وراه؟ نشكر الاخ الفاضل اللي هو من محل زياد، الكابتن محمد حفظ الله، اللي اعتبر نفسه فرد من محل الزيات. يعني انت بتتكلم على الضابط الشرطه اعتبر نفسه فرد من محل الزيات، فرد واحد من محل الزيات. يعني انت افهم كده ان المشكله مش مع الشرطه نفسها، المشكله مع مدير الامن. امبارح البنت اللي هو بيقول البنات وعب مزاجهم. البنت جاي متقطعه، البنت جاي متقطعه. عايز اوصلك معلومه بس، من اللي مودي الحداد امبارح في بنود؟ طيب ايه، انت وديت الجثه زي ما اتصلنا بالمركز. المركز ما هو يا ابني توه حاول اتصلنا بالمركز عشان الكاميرا. روق يا عم، روق يا عم انت وهو بقى. اتفضل. قعدنا من الصبح من ساعه ما الاهالي اتاخدت لغايه ما عمل اللي فيهم اللي حصل. جينا اتصلنا بالمركز، لا عارفين الاسعاف تخش تشيلهم ولا حوالي عسكري جه. ضابط النقطة قاعد في النقطة ما طلعش. أنا اللي شايل الجثتين موديهم سمنود. الإسعاف ما رضتش تستلمهم. إسعاف سمنود ما رضتش تستلمهم، يقول لي وديهم المركز. طب أنا راجل من محل زياد أدي الاثنين المركز عشان أموت هناك؟ طيب نسمع. طيب الشرطة، ما فيش شرطة. أنت اتصلت بمديرية الأمن عشان تبلغ على الاثنين دول وهم كانوا لسه على قيد الحياة. ايوه انا اتصلت. ايمن بس الكاميرا عشان نشوف. انا اللي اتصلت على مديرية الامن والكلام
انا اللي اتصلت على مديرية الامن، والكلام اللي بقول امبارح مدير الامن ده عيب في حق البلد. انا راجل اتصلت عليك قبلها بساعتين. نعم هناخد مخطوف يا عم. انت اخو المخطوف. بس عشان الكاميرا نشوفك. بس عشان الكاميرا تشوفه. وانا عمها يا عم. نوسع عشان الكاميرا تشوفه. انت اخت المخطوف، ممكن تحكي لي ايه اللي حصل بالظبط؟ اختي لو ده عمها وده اخوه. الضابط المحترم او وكيل النيابه المحترم اللي بيقول لك البلد فيها ناس حريم صبيان او بنات ماشي مع واحد صايع، ده غلط. اللي لو يعرفوا اللي بيحصلوا لنا يقولوا الله يكون في عونكم. احنا ما بننامش الليل، حبه صيع يخطفونا ويخلونا نلف حوالين نفسنا ونستلم فلوس من كل حته. ينفع كده؟ ينفع عمها؟ نعم عمها اهو. علمه هو اللي ود. عشان بس الكاميرا، شوف انت هو اللي مودي الفلوس وهو اللي عامل كل حاجه. انت انا عمه. وانا اللي جايب الفلوس. لا واخدها من قرايب، جامع الفلوس من قرايبنا كلنا ماشي. بيقولوا علينا ان احنا عيالنا صيع ومشي مع الصبيان. بيقولوا علينا في المحافظ اللي بيقول ماشي. كلام فاضي طبعا، ده كذب وكلام فاضي. احنا ناس محترمين والبلد بلد محترمه. ده كلام فاضي، شو اكتر من كده؟ خايف اروح المدرسه عشان الحراميه. يا فندم سعادتك مدير الامن امبارح بيتكلم بيقول لك جرار الناس، زمه تنجلس. محل زياد النهارده اللي مدير الامن اتكلم عليها امبارح وقفه كلها النهارده، وقفه احتجاجيه ضد مدير الامن بعد صلاه العصر. محل زياد كلها وقفه. محل زياد بتطالب بمحاكمه مدير الامن لان محل زياد اشرف بلد في الجمهوريه. محل زياد دي قريه، محل زياد دي قريه، كل واحد على الثاني. الحريم بتاعنا حريم شريف، لو حريم مش شريف احنا ما نطلعش وراه نسيبه. مدير الامن ده ظلم البلد دي، وعشان كده لازم يقدم اعتذار رسمي لمحل زياد. لان هنرفع على قضيه. احنا عندنا امكانيات للراحه ونشيله من مركز. بعد اذنك بس مرسي الرئيس، مرسي عمال يحل مشاكل اللي بره وسايبنا هنا، ومدير الامن الجيش ضلنا هنا واحنا ما عملناش كده. يعني احنا مش شاهدين الكلام. المشهد حاله من الاحتقان كبيره. دلوقتي احنا ما فيش امن ولا امان في البلد. يعني نعمل ايه؟ يعني ما فيش لا امن ولا امان في البلد، نعمل ايه احنا؟ مدير الامن يا سياده اللواء، نقطه محل زياد مكان موجود قدامك. يا نقطه محل زياد مكان موجود قدامك اهو. وادليني الامن، وادليني بلد 100,000 ازاي ما تبقاش متجف. وصلت الفكره، احنا دلوقتي بنطالب بضبط البلد، بنطالب ان البلد تبقى مركز، ان البلد يبقى لها حق زي اي بلد في الجمهوريه، بنطالب بامن صح. البلد بقى لها شهرين عايزين امن وامان يا باشا، عايزين الامن والامان. كما ترون مشاهدينا هذه الحاله هنا في محل زياد. الجميع يريد ان يتحدث ويعبر عن ما حدث هنا. هذه الحاله وهذه الحبال كانت عبره لمن تسر نفسه لخطف النساء او الاطفال للسرقات. حاله الانفلات الامن ساعدت كثيرا على ذلك، لكن اللجان الشعبيه هنا هي من استطاعت ان تعلن بصوت عالي انها